السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مشاهدينا، ويا مرحبا ويا مسلا، وحيا الله أخواتنا المتواجدات اليوم. مساك الله بالخير يا مس فواز، أم سعود، أم محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا أم ثامر، أم فيصل، شلونك؟ مساك الله بالخير. شلونك؟ طيبة إن شاء الله. يا هلا والله، مسلا. حيا الله أم فواز، اليوم ما شاء الله لابسه العلم وكاشخه. اليوم يوم العلم، ذكرى التأسيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، حيا الله كل الجالسين، موطن البيت الحرام، ديرتي دار السلام، موطن البيت الحرام، عزها رب الأنام. دي بمناسبة حلول اليوم العلم، والذي تحتفل فيه المملكة للمرة الأولى، هي المرة الأولى، وصدر فيه الأمر الملكي السامي أن يكون يوم 11 مارس يصادف اليوم، يعني لحسن حظنا أنه يكون يوم العلم. ويوم العلم علمنا عاد مميز، أكرمنا الله في هذا البلد، راية التوحيد ورمز القوة السيف، واللون الأخضر لون النماء ولون العطاء. ونحمد الله ونشكره، والله يعز ديارنا وبلادنا وحكومتنا، ونزف التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده وجميع المواطنين بيحتفلون اليوم، وبيوتنا كلها بترفرف العلم الساعة 6 مساء اليوم إن شاء الله بإذن الله. والله يعيد بلدنا، يديم على بلدنا الأمن والأمان يا رب، وعلى جميع بلاد المسلمين والعالمين يا رب. اللهم أم سعود، شو عندك اليوم؟ والله اليوم شكلك ما شبعتي نوم اليوم. لا شبعان الحمد لله. عاد ما شاء الله اليوم احس ان الوقت مناسب. لا الوقت مناسب والحمد لله، اجواء مناسبه، يا رب لك الحمد. واليوم عاد يوم علمنا المميز، الله يجعل ان شاء الله بلادنا امن وامان وطاعه رحمن يا رب، يحفظ ولاة امورنا. وابد شو اللي تامرين فيه، احنا حاضرين. احنا نبي نسعد المشاهدين، عسى الله يسعدهم بالدنيا وبالاخره يا رب. أم محمد، عندك كلمة بمناسبة اليوم العلم مفاجأتنا ما شاء الله أم فواز. اي والله فاجأتنا. لو قالت لنا لبسنا مثلها كشخت وجيت. لو لبسنا لو استعدينا وحجزنا كذا هذا علم. خلينا نسمع أم محمد بس. الحمد لله، يعني كله خير وبركة، الله يعز حكومتنا إن شاء الله. الله يسعدك. أم فيصل، يعز حكومتنا ويديم ان شاء الله عزهم ويطول عمارهم. آمين. ان شاء الله، وان شاء الله ان في وتبقى رايه العز دائما، ويثبت ان شاء الله رايتها العز ان شاء الله، ويجعلهم ان شاء الله من عز الى عز. امين يا رب، ويحط فيهم البركه ان شاء الله. آمين. وهم ان شاء الله رايتهم طيبه ومسيرهم طيب ان شاء الله، ان شاء الله على الصغير والكبير ان شاء الله. ام فواز، ام والله أيوة. أنا اللي ما بعد شبعت نوم شكلي. كيف؟ لا والله. تغير الوقت علينا. تغير الوقت علينا وصار شيء غريب يعني، عرفتي؟ واليوم يوم العلم، والحمد لله والشكر، الله عز الحكومة وعز البلد وعز العلم بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحمد لله على كل حال. أخباركم عن يومكم؟ وش سويتوا؟ اليوم يوم القصر، والله هذا نستعدينا، وفي ذاك البيت عندنا مزين بالإعلام. ما شاء الله تبارك. وجهزت كل واحد علم من أمس وأنا أدور. ما شاء الله، هذا اختصاصك أنت. أي وأنا من أمس وأنا أدور والله جهزت. دائما الفعاليات والحركات. بس الله يعني صراحة وزارة التجارة صراحة مشكورة. يعني طلعوا إعلام شبيهة بهذه. فيها اللي هي السيف، سيفين والنخلة. ومكتوب عليه الوطن في قلوبنا من أجل حماية كلمة التوحيد. أي التوحيد. هذه للأعمال الفنية واللي بيرفعونها الأطفال، وحماية لكلمة كلمة التوحيد. الله سبحانه. لكن هو انجلال. علمنا هذا يعني. أي. وهو اليوم بالقصائد اليوم، بس للأسف تراني ما نحفظ يعني. ما حفظتي قصائد. ما نحفظ، بس إنها إن شاء الله ما علي حلوة يعني. سمعينا. روحي.